بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأحبة في هلا مسقط، هذا البرنامج المصاحب لهذا المهرجان، مهرجان مسقط في دورته الجديدة، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية التي يفضلها الكثير لقضاء أمتع وأطيب الأوقات من خلال عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تتزامن ويكون قريبة من اهتمامات مختلف الفئات العمرية للعمانيين وغير العمانيين. هنا في هذا المهرجان هناك عدد أيضا وحزمة كبيرة وباقة منوعة من خريطة المهرجان في أكثر من موقع متنزه العامرات والنسيم. إحنا بدورنا من خلال هذه الوقفة من الآن وإلى الساعة 10 ننقل تفاصيل وأهم العناوين والموضوعات في كل حلقة، مشاركة جديدة كل يوم من خلال عدد من الولايات في مسابقة منافسة الفعاليات ومسابقة الولايات. يلا فيك المها. أهلا وسهلا فيك حفيظ، وحياك الله في يوم جديد ولقاء جديد أيضا يجمعنا بمشاهدينا من خلال برنامج هلا مسقط. وكما ذكرت حفيظ، هذا البرنامج الذي يتزامن مع فعاليات مهرجان مسقط، هذا الحراك الثقافي الترفيهي التوعوي وأيضا الرياضي وغيرها من المجالات التي يختص بها. إذا ذكرنا التراث فنحن نعني بذلك مشاركة الولايات لهذه السنة، القرية التراثية التي تنبض بالتراث بالتاريخ وبالعمق التاريخي لعمان. وإذا تحدثنا عن الثقافة فهناك أيضا معارض تخصصية تعنى بهذا الجانب، معارض للوثائق والمحفوظات وأيضا معارض لعمان في التاريخ وغيرها من المعارض التخصصية. وإذا أيضا تحدثنا عن الترفيه فنحن نعني الألعاب، المجالات وأيضا فعاليات رياضية وغيرها من المجالات التي يغطيها هذا المهرجان. فهذا الحراك السنوي والذي يستمر في هذه الفترة حتى 9 فبراير. نسعى أن نقدم لكم ما يطيب لكم وما يلامس ذائقتكم الكريمة. أكيد هناك عدد من المتابعات والفقرات والمحطات سواء كانت مباشرة أو تسجيلها مع الزملاء في الخارج في هذا النقل. اليوم مشاركة جديدة قادمة من شمال الشرقية، مشاركة وادي بني خالد. تفاصيل أوفى حول هذه المشاركة، ماذا تقدم هذه الولاية وجديد المشاركة والمنافسة في مسابقة الولايات؟ حياك الله الزميل محمد المهري، أسعد الله أوقاتك بكل خير. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من أيام مهرجان مسقط 2019. على هذه النغمات التراثية، على هذه النغمات التي تدل دلالة واضحة على هذا العبق التراثي الجميل، على هذه المفردات من خلال مشاركة ولاية وادي بني خالد القادمة لنا من محافظة شمال الشرقية بفنونها وموروثاتها المختلفة. لا زالت تكتمل هذه المنظومة من خلال مشاركة الولايات. أهلا وسهلا بكم، سنكون معكم في تفاصيل هذه المشاركة. النغم التراث حاضر هنا في مهرجان مسقط 2019، ونقول للجميع أهلا بكم في هلا مسقط. حياك الله يا محمد المهري. وأيضا نحن نلاحظ من العدسات أن مشاركة الولاية اليوم، مشاركة وادي بني خالد، قدمت يعني لربما مشاركة قوية، هذا ما تظهره العدسة، ولكن أكيد التفاصيل في قادم الأوقات. ولكن من جانب آخر تاج البلوشية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا المها، وأيضا أرحب بكل من يشاهد ويتابع برنامج هلا مسقط ويحرص على متابعة هذه الفعاليات والمناشط التي تتواجد يوميا في مهرجان مسقط. اليوم إذا تحدثنا عن ولاية وادي بني خالد، ما راح نتحدث عن التراث، ما راح نتحدث عن القلاع، عن الحصون، عن كل شيء تراثي أو أثري، راح نتكلم عن جمال هذه الولاية. أنا زرت الولاية في سنة من السنوات، انبهرت من جمال الولاية، من الجبال، من الوادي، من الخضرة، من المياه، من الطبيعة الساحرة، لوحة فنية مرسومة، وكأنك تشوف لوحة مرسومة أو فنان رسم لوحة حية تتحرك، النساء فوق الجبال أخذين الحطب أو الخشب، أيضا الأطفال مع الحمار أو الحصان أخذين بعض الأعشاب اللي يمارسوا فيها مهنتهم اليومية. لوحة جميلة، جبال، وادي وخضرة. اللي يميز وادي بني خالد إنه وادي دائم الجريان، وهذا يعتبر من الأودية اللي تتصدر قائمة الأودية في سلطنة عمان.
زائد ايضا عندنا حصن العوينه او بما يعرف بالمواليك، هذا الحصن الاشهر في ولايه وادي بني خالد واللي كان مركز للولاه والقضاه. اليوم ما راح نتكلم عن التراث لان التراث سابق لكل شيء في وادي بني خالد، نتكلم عن الجمال، عن البرك اللي تتواجد طوال السنه بين هذه الصخور التي تكونت هناك، نتكلم عن الروح، عن الاجواء الجميله، عن حماس الاشخاص اللي يتواجدون هناك، عن الحرف ايضا التي ما زالت الى الان تمارس بشكل يومي. اذا اليوم راح تكون لفه كذا بسيطه حول هذا الجمال وحول هذه الطبيعه الخلابه لولايه وادي بني خالد، باذن الله تكون تغطيه شامله ومبسطه وتنال على استحسانكم واعجابكم. لك يا تاج، ومثل ما ذكرتي بالتأكيد عرفت ولاية بني خالد بتنوع جغرافيتها وتضاريسها، وأيضا كما ذكرتي التراث دائما ما يحتل حيز، ولكن اليوم سنتحدث بلغة أخرى، لغة الجمال وأيضا لغة التفاصيل التي لفتت انتباهي يا حفيظ من خلال تنقل العدسات بين مشاركة ولاية بني خالد وادي بني خالد. نعم. ركزوا على التفاصيل، تفاصيل عديدة لربما كل ولاية تتميز بمشاركتها وتنفرد، ولكن هذا ما تتميز به ولاية بني خالد. أكيد الزملاء خارج الاستوديو سيوضحون ذلك. أكيد هناك بعض المهن، بعض الحرف، فنون رجالية، فنون نسائية، ألعاب شعبية، مأكولات، تفاصيل عن الحارة العمانية، القرية قديما كيف كان شكل الحياة العمانية هناك في ولاية وادي بني خالد. هذا الأسبوع أو هذا المهرجان الذي دخل أسبوع الثاني، وحشود كبيرة تدفقت على مختلف مواقع المهرجان في متنزه العامرات، النسيم، الجمعية العمانية للسيارات، وبعض المؤسسات التي تحتضن جوانب مختلفة في جانب الثقافة والأدب والفكر. والآن أين تأخذنا البوصلة؟ إلى حديقة النسيم والزميل أحمد المعمري. أسعد الله أوقاتك أحمد، حياك الله. أهلا حفيظ وأهلا المها، وتحية للمشاهد الكريم. حقيقة أنا مستمتع بحواركم الشيق والرائع. وعلى فكرة حفيظ والمها، هدف من أهداف هذا المهرجان هو الإثراء أو الثراء السياحي اللي تزخر به محافظات وولايات السلطنة، كما ذكر التاج قبل قليل في حديثها عن ولاية وادي بني خالد، أحد المقومات السياحية الرائعة والممتعة هناك في ولاية وادي بني خالد هي البرك المائية والتفاصيل الجميلة بين تلك الجبال التي تنحدر منها مجموعة من المياه والبرك الموجودة طوال السنة وفي مختلف ولايات محافظات السلطنة. هناك جمال وروعة في المقومات السياحية. هنا في متنزه النسيم نازلنا معاكم مشاهدين الكرام في نقل فقرات وفعاليات هذا البرنامج المتنوع اللي نحاول بقدر الإمكان أن نسلط الضوء على زوايا مختلفة متنوعة. هناك معاهم التراث والولايات ومشاركة الولايات، وهنا أيضا في قلب القرية التراثية موجودة معنا مجموعة من الجوانب التراثية، ولكن تطغى الجوانب المعرفية والثقافية والترفيهية هنا في متنزه النسيم، مثلا في خيمة المؤسسات الأهلية اللي فيها مجموعة من الجمعيات المشاركة تعرف بخدماتها، تقدم توعية متنوعة للمشاهد الكريم أو لزائر المهرجان عما يقدمه وما تقدمه هذه الجمعيات. وقفة قادمة إن شاء الله راح تكون عن إحدى هذه الجمعيات وهي الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية، راح نتناولها في وقفتنا القادمة وعن ما تقدمه هذه الجمعية من أعمال تطوعية وأعمال توعوية أيضا للمشاهد الكريم. هناك أيضا فقرات وفعاليات المسرح العالمي المفتوح متواصلة وتنثر دائما لوحاتها الفنية الفلكلورية الثقافية من مختلف ولايات السلطنة. اليوم ما شاء الله الحضور جدا رائع مشاهدين الكرام هنا في متنزه النسيم، ما شاء الله حضور كثيف ومزدحم على مختلف زوايا متنزه النسيم، الحضور للاستمتاع بالألعاب، الاستمتاع أيضا
بفقرات المسرح المفتوح وايضا فقرات مسرح الطفل اللي مستمره ومتواصله واصواتها واصله عندنا في الاستوديو. ما نستبق الاحداث ان شاء الله خلال الفتره القادمه راح تكون معنا وقفه مميزه ورائعه نعود من خلالها معكم مشاهدينا الكرام، ولكن مع زملائنا الان هناك في العامرات واستكمال هذا البرنامج الشيق. أعمال سلم سلم سلامة في أرضها تنبت تنبت غمامة في أرضها تنبت تنبت غمامة. حياك الله يا أحمد ومشاهدينا الأحبة، هذا ما قصدناه أيضا بالجانب التثقيفي. أحمد سيتحدث في قادم الأوقات عن مشاركة الجمعيات المختلفة لتقترب من الزائر وتقدم الثقافة والتوعية. هنا توقع يا حفيظ تذاب بعض الحواجز التي قد أو التي قد يرسمها المستفيد لربما حين يحتاج إلى لربما الذهاب إلى تلك المؤسسة لأخذ الفائدة منها. هنا تذاب هذه الحواجز وقد نعم يتحدث بعفوية مع مقدم الخدمة. هذا ما يميز المها المهرجان، مشاركة عدد كبير وواسع من المؤسسات الحكومية الرسمية، الفرق التطوعية، الأفراد على مستوى الجمعيات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، كلها حاضرة لتعرف الجمهور والاستفادة واستثمار أيضا العدد الكبير من العمانيين أو غير العمانيين في أرض السلطنة بمختلف المواقع. احنا دائما ما نقول أن هذا المهرجان فعلا بهذه الفعاليات يسهم بشكل كبير وواضح في تنشيط الحركة السياحية، ومثل ما نشاهد الآن قبل قليل الكاميرات كانت أيضا تحكي عن هذا الزي العماني الأصيل. ونذكر مرة أخرى المشاهد والمتابع الكريم بإرسال المها الرسائل النصية والمشاركة المسابقة. نعم، من خلال مشاركتكم مشاهدينا من خلال هذا البرنامج إرسال كلمة هلا مسقط. احنا صحيح نتكلم عن التراث عن المجالات المختلفة ومشاركة ولاية بني خالد، ولكن أكيد ما ننسى مسابقة هلا مسقط وهي إرسال الأرقام اللي راح تظهر أكيد في قادم الأوقات، وفي ختام الحلقة راح أكيد نجري السحب، وأيضا نذكرهم يوم الخميس راح يكون أيضا سحب أسبوعي لثلاثة فائزين. ما عليكم سوى المشاركة. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم ومشاركة ولاية وادي بني خالد. سهل وصحاري تاريخها الحاضر رجالي. فرصتك للفوز في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا ثلاثة فائزين لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. يا بلادي يا بلادي يا موطن أجدادي، إذا الراعب غنى والبلبل الشادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا موطن أجدادي، إذا الراعب غنى والبلبل الشادي. يا بلادي يا بلادي وداني وداني دنا على بلادي وداني. وادي بني خالد مهدي العطل خالد، يرسل تحيات للقايد الوالد. يا بلادي يا بلادي وادي بني خالد مهدي العطل خالد، يرسل تحيات للقايد الوالد. يا
بلادي يا بلادي وداني وداني دنا على بلادي وداني وداني دنا على بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي قابوس يا الغالي نور الوطن عالي في عيدك الميمون يا طيب الفالي يا بلادي يا بلادي قابوس يا الغالي نور الوطن عالي في عيدك الميمون يا طيب الفالي يا بلادي يا بلادي وداني وداني دنا على بلادي وداني وداني دنا على بلادي يا بلادي يا عمان مشهور في المجد أسطور هلا مسقط هلا مسقط هلا باللي زاروا المهرجان هلا مسقط هلا هلا مسقط هلا هلا باللي زاروا المهرجان. مشاهدينا الأحبة، وما بدأت الشمس أن تسدل خيوطها إلا بدأت الأهازيج الشعبية والفنون وهذه العادات والقرية الجميلة. وكانت المشاركة المميزة من ولاية وادي بني خالد بدأت مع بعد المغرب مباشرة هذه الفعاليات في هذه القرية التراثية لتشكل لوحة جمالية وتعطي أيضا بعد اجتماعي بعد تاريخي للمكان والزمان. نذكر أيضا المشاهد الكريم بأبرز وأهم الفعاليات في متنزه العامرات كمعرض عمان أو خرائط عمان في التاريخ أو في الخرائط التاريخية العالمية، وكذلك ركن معرض الكتاب وبيت الغشام، وكذلك عدد من الأركان المعنية بالجانب الثقافي. والآن نشاهد في الأعلى صورة جميلة تتشكل في سماء العامرة مسقط من الألعاب النارية وهي تلون السماء بأبهى وأجمل شكل. وطبعا هذا المعنى هو مفاده لنحتفل بعمان، هذا هو الاحتفال بعمان حينما نشاهد مشاركة الولايات هنا. كل ولاية تتفنن وتبدع. أيضا قبل قليل تابعنا مقتطفات من أو خلنا نقول أغنية جميلة يعني جهزتها ولاية وادي بني خالد، لذلك نشكرهم على هذا الاجتهاد الجميل من خلال الصورة. الصورة توصل ألف معنى، توصلت لنا معاني كثيرة لهذه الولاية. فعلا احنا محاولين في هذا البرنامج قبل ما نبدأ في مشاركة أي ولاية يكون معنا فيلم تعريفي بسيط عن أبرز المقومات، المعالم السياحية التاريخية الأثرية وجماليات المكان والمنطقة، وبعدها دائما يكون لنا حديث آخر مع ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال الربط في الخارج مع الزملاء محمد المهري أو تاج البلوشي حول تفاصيل التفاصيل عن كل مشاركة جديدة. تفضلوا بالبقاء معنا في هذه الأمسية والسهرة اليومية فيها لمسقط تواصل وفرح. متابعينا مساءكم فرح ومحبة وتواصل. عمان ماض ممتد كون حاضرا لافتا، إنجازات توالت وتعاقبت وحققت هذا الحضور اللافت والمشرف لعمان بين دول العالم. معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية يحكي لنا قصة عمان من مختلف دول العالم. حظيت عمان باهتمام الرحالة والجغرافيين والمؤرخين بمختلف انتماءاتهم وأصولهم، وزار الكثير منهم عمان ووقفوا على إمكانياتها الجغرافية ومقوماتها الطبيعية. معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية
يأتي ليجسد كل هذه الحقائق ويساهم في ترجمة هذه الأهمية على أرض الواقع من خلال اختيار نماذج محددة من الخرائط التي يمكن من خلالها قراءة الكثير من معطيات تاريخ عمان العظيم عبر الفترات الزمنية المختلفة. يضم المعرض أكثر من 50 خريطة يمكن من خلالها التعرف على جوانب كثيرة من تاريخ عمان المجيد منذ العصور القديمة ووصولاً إلى وقتنا الحاضر. ويسعى المعرض إلى تحقيق أهداف عدة أبرزها التعرف على تاريخ عمان عبر العصور المختلفة وبث مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن والتعريف بمكانة عمان في الخرائط المحلية والتاريخية والعالمية والتأكيد على امتداد مساحة عمان قديما. هنا وبين هذا الكم الهائل من الخرائط التي تحتوي على رحلات وإنجازات وامتدادات عمانية مشرفة، معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية. بكم مشاهدينا الكرام في هذا المساء الجديد والمتجدد من خلال الفعاليات والمناشط المختلفة. حياكم معنا اليوم من خلال مشاركة ولاية وادي بني خالد. اليوم معنا ضيفنا بيسمعنا غي. الغي باللغة المحلية هو الحفل أو السهرة الفنية وهكذا. وولاية وادي بني خالد تعتبر من الولايات العمانية التي تشتهر بالعديد من الموروث والفنون العمانية. معي سالم بن ضاحي بن شغيل مصلحي. سالم مساء الخير. مساكم الله بالنور والسرور. اول شيء للتعريف اكثر شيء الغية، اسمها الغية. الغية الغية، ايوه الغية. اذا اليوم ما نسمع الغية. الحمد لله الغية. سالم، اليوم وادي بني خالد الوادي يشهد كثير من الفنون وفي كثير في تاريخ ايضا كثير من المفردات الفنية. مشاركين اليوم من خلال مسابقة الولايات بأمانة عجبنا كثير من الفنون من خلال افتتاحية البرنامج. حدثنا عن أبرز الفنون اللي تشاركون فيها. طبعا ولاية وادي بن خالد تشتهر كغيرها من سائر محافظات السلطنة، طبعا في مقدمة الفنون اللي فيها وادي بن خالد هي الرزحة. أول شيء الرزحة، بالإضافة طبعا إلى فن الميدان، فن الميدان وكذلك فن الشرح، شرح الوادي. هذه الفنون اللي تشتهر فيها، لكن الرزحة طبعا هي معروفة، لكن فن الوادي يختلف عن أو الميدان في الوادي يختلف عن بعض المحافظات مثل الباطنة، محافظة شمال الباطنة، ولاية السويق وولاية المصنعة يؤدى فيها فن الميدان، لكن في اختلاف بين ميدان الوادي وميدان الباطنة. كذلك في ولاية عبري أيضا يؤدى فن الميدان ولكن في اختلاف كبير عن ميدان الشرقية أو الوادي بذات وادي بن خالد. يعني سيدي يسمعوا شيء بما انك انت ذكرت لازم نعطيهم نظري وعملي، نسمع منك. بالنسبة للميدان نشيل شيء بسيط، نشيل يو 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 يو. محتاج نفس طويل. اي طبعا نحتاج نفس اللاعب، يلا نفس. يو 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 يو. سالم ايضا عندكم الشرح، والشرح مثل ما ذكرت لي مختلف فن الشرح، نتحدث عن تعريفه بداية. الشرح طبعا هذا الشرح من الفنون ايضا المشتركة، نسائي ورجالي ايضا، وبالاضافة طبعا احنا ايضا فن الميدان مشترك نسائي ورجالي يؤدى. فهذا بالنسبة للشرح يؤدى ايام الاعراس، العرس او ذيك الايام قديما كان الختان، مناسبات الاجتماعيه العرس والختان وهذه المناسبات الوطنيه يدى فيها فن الشرح ايضا نفس الشيء، والشرح من الفنون اللي تدخل فيها وادي بن خالد يعني.
الوادي في المنطقة الشرقية تقريبا، وادي ابن خالد، ومن بعد يجيك في ولاية صور بالنسبة للشارح. أيوة. والجميل أيضا من خلال متابعتنا للمشاركة الفنية للولاية سالم أنه الميدان يصاحبه أيضا كاسر ورحماني، بالإضافة لمجموعة من الإيقاع. نعم، بالنسبة للميدان طبعا في الواقف أو المجرماني نسميه، طبعا الواقف هذا هو من عبارة عن جذع نخل أو نخل أو مسوايا، مسوايا لها جلد الله يعزك من البقر، جلد البقر تشحط فيه أساس أنه يكون فيها إيقاع، وتشحط من جهة واحدة فقط الجلد يعني، هذا بالنسبة للجرماني أو الواقف، بالإضافة طبعا إذا فيها أيضا الكاسر والرحماني، هذا بالنسبة لي. وفي لحن جميل أيضا. الميدان قصدك ولا الإيقاع؟ الإيقاع، الإيقاع مع الميدان يعني يعمل أيضا ثنائية جدا حلوة. سمعنا أيضا أغنية ربما تراثية، وتعود كثير الناس على سماعها سالم، ما أعتقد أنه في حد ما سمع سالم ضرب سلومه بحبيبة عسو. حبيبة عسو، نعم، هذا طبعا يؤدى من ضمن ايضا من ضمن جزء الشرح بالاضافه الى الميدان. انزين، سالم ضرب سلومه بحبيبة عسو وتمت شهر محمومه يا بن سالم يقول. سالم ضرب سلومة بحبيبة عسو وتمت شهر محمومة يا بن سالم يقول، هذا اللي قال طبعا. وسالم يقول، ايوه بن سالم يقول، ايوه سالم. الفنون الاخرى طبعا، الفنون الاخرى في عندنا الفنون اللي هو طبعا اللمبم والتشحشح، هذا بس اصبح الان ما يؤدى، ما يؤدى، كان قديما كان يؤدى نفسه في مناسبات الاعياد الوطنيه والمناسبات المختلفة كان يؤدى، لكن الآن اللي باقي يؤدى فقط اللي هو الميدان والشرح، وطبعا الرزحة هذه موجودة يعني. وبن سالم يقول، إذن سالم وبن سالم يقول أكيد من خلال هذا اللقاء السريع الجميل بأمانة مع الأخ سالم من ضاحي بن شغيل المصلحي من ولاية وادي بني خالد. سالم أتمنى لكم كل التوفيق ومشاركة موفقة. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، شكرا على الاستضافة. مشاهدي الكرام، لازلنا معكم نبحث عن تفاصيل كثير من خلال مشاركة وادي بني خالد، وبأمانة الأمسية أمسية جميلة هنا في مهرجان مسقط 2019. لازلنا معكم وإلى الزملاء. معكم مشاهدينا، ونرحب بكل من يتابعنا في هذه اللحظات من بدء الحلقة، ونحن نتحدث عن المجالات المنوعة التي يسلط عليها المهرجان الضوء ويهتم بها. تحدثنا عن المجال الثقافي ومعرض عمان عبر التاريخ أو في الخرائط التاريخية، هذا المعرض الذي أضيف مؤخرا ليكون مركزا يصدر المعرفة هنا في ميدان المهرجان. يا حفيظ، أتوقع هي المساحة الآن لنتحدث عن تفاصيل هذا المعرض. أكيد، هذا المعرض وهذا الميدان هو مركز للمعرفة وللفكر وللثقافة، نقطة التقاء أيضا وتواصل حضاري بين السلطنة وعدد كثير من الدول المشاركة بفنونها. حديثنا راح يكون بشكل تفصيلي حول معرض عمان في الخرائط التاريخية العالمية مع الباحث العماني الدكتور محمد بن حمد الشعيلي. حياك الله دكتور، يا هلا فيك، نورت المكان. واشكركم على هذه الاستضافه الكريمه. حياك الله. سعيدين برؤيتكم، وايضا نشكركم على جهودكم في تغطيه فعاليات المهرجان، ما شاء الله عليكم دائما متالقين. بارك الله فيك، شهاده اعتزاز. دكتور، انطلقت
أول محطة لهذا المعرض في شهر 12 واللي يعني لاقت إقبال كبير من المهتمين بالمجال التاريخي ومجال الخرائط ولكل من لا علاقة أو أيضا لكل من هو محب للمعرفة. اختياركم لمهرجان مسقط أيضا ليستحوذ على هذا الاهتمام من قبل الزائرين أو الزوار كيف جاء؟ يعني بالفعل مثل ما أشرت على أنه المهرجان انطلق تحديدا في 10 ديسمبر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وفي الحقيقة على أنه يعني لاقى إقبال كبير ونجاح غير متوقع. إحنا كمنظمين في الحقيقة ما كنا نتوقع هذا الحضور وهذا الانطباعات الجيدة فيما يتعلق بالمعرض. خلال فعاليات المعرض لما أقيم في فترتها ودورته الأولى كانت هناك طلبات باستضافة المعرض يعني من قبل عدة مؤسسات، وكان من أوائل المؤسسات التي تقدمت بلدية مسقط اللي هي دائرة المهرجان، فتمت الموافقة على الفور بنقل المعرض إلى المهرجان، لأنه مثل ما نعرف على أنه المهرجان موسمي، يعني تجد زوار من مختلف أنحاء السلطنة، تجد الكثير من المهتمين، يعني تجد العديد من الناس اللي هم حريصين على زيارة المهرجان سواء لرؤية القرية التراثية لرؤية الفعاليات الأخرى. وبالتالي أنا أعتقد على أنه وجود المعرض في أرضية المهرجان راح يكون إضافة للمهرجان وللمعرض أيضا. أكيد أكيد هو إضافة للمهرجان وللمعرض بنفس، المهتمين بجانب الخرائط الباحثين عدد كبير راح يستفيد أكيد من هذا المعرض بحيث المعلومات. الأهمية اليوم التي رسمتموها من خلال هذه المشاركة في مهرجان مسقط في هذه الدورة الجديدة، يعني في الحقيقة على أن عمان يعني تتمتع بتاريخ يعني يتميز بكثرة المعلومات بغزارة الأحداث في مختلف المجالات. يعني حضارة عمان تمتد منذ عصور قديمة إلى الوقت الحاضر، شهدت العديد من الإنجازات، وبالتالي نحن بحاجة إلى التعريف بهذا التاريخ وبهذا الإرث الحضاري في مختلف المجالات سواء عن طريق الإصدارات عن طريق الفعاليات المختلفة. جاءتنا فكرة على أنه نظهر بعض يعني المظاهر الحضارية وكذلك الإرث التاريخي لعمان من خلال الخرائط، وكانت هناك الكثير من الأمور التي تم مراعاتها في عملية انتقاء وعرض هذه الخرائط. نعم. ضمنها اللي هو أن المشاهد يكون فكرة عن تاريخ عمان منذ عصور تاريخية قديمة إلى وقتنا الحاضر. يعني هذه الخرائط اعتمدت على مبدأ التدرج الزمني. نعم. فالزائر للمعرض سوف يجد على أن هناك الكثير من الخرائط التي تغطي فترات مختلفة من تاريخ عمان. أيضا كانت هناك الكثير من الأمور التي استندنا عليها اللي هي دقة المعلومات. نعم. دقة الخريطة نفسها، قوة المصادر التي اعتمدنا عليها في توفير الخرائط. أنا أعتقد على أن المعرض بالفعل خرج بحصيلة وافرة للمتابعين للزائرين استطاعوا من خلالها تكوين فكرة متكاملة عن تاريخ عمان، بالإضافة إلى تميز المعرض نفسه كونه أنه لأول مرة يقام على مستوى السلطنة. يعني طوال السنوات الماضية كانت هناك الكثير من المعارض. نعم. فيها خرائط مثلا، فيها وثائق، فيها صور، فيها مقتنيات، لكن معرض متخصص فقط في الخرائط لأول مرة يقام على مستوى السلطنة. صحيح. وهذا إضافة صحيح. مميزة نتأمل أن نكررها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. دكتور محمد، لو نتحدث عن الفئة المستهدفة، تحدثت أنه تم استقطاب المهرجان لمختلف الفئات العمرية، مختلف أيضا الجنسيات، هل تم مراعاة غير المتحدثين باللغة العربية من خلال تقديمه المعلومة؟ سؤال جيد. يعني هذه من ضمن الأشياء اللي تم مراعاتها في المعرض على أنه نحن نراعي الفئات المختلفة. نعم. سواء الباحثين الزائرين حتى طلاب المدارس. يعني هناك بعض الخرائط التي وضعت في المعرض كان الهدف منها يعني مخاطبة طلاب المدارس يتعرفوا على بعض المعلومات المتعلقة بعمان من خلال هذه الخرائط. لذلك مثلا اعتمدنا على بعض الخرائط من الأطلس المدرسي. نعم. اللي هو من إنتاج وزارة التربية والتعليم بهدف مخاطبة سواء الباحثين طلاب المدارس وغيره. بالنسبة للنقطة اللي أنت أشرتيها، يعني وأنا الآن جاي من المعرض أسأل الأخوة يعني عن المعرض عن الإقبال عليه، فيخبرون على أنه هناك يعني إقبال كبير خاصة من قبل الأجانب يعني أو زوار السلطنة خلال فترة المهرجان. هذا أيضا لم نغفله لأنه وضعنا ترجمة للخريطة يعني مقابل البيانات باللغة العربية، أيضا وجود البيانات باللغة الإنجليزية، وبالتالي المعرض يعني متكامل
يستطيع الباحث من خلاله يعني يقوم بزيارة ذاتية يعني دون الحاجة إلى مساعدة من أحد لشرح الخريطة أو محتوياتها سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. جميل، مثل ما تفضلت كان هذا المعرض أقيم مسبقا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ومن ثم الآن دشنت هذا المعرض بصورة مختلفة عن ما قدمته في هذا المهرجان. الأسلوب خلنا نقول في طريقة العرض أو المعالجة لجانب جديد من تقديم العرض بطريقة مبتكرة. بالفعل يعني تم مراعاة في طريقة عرض الخرائط أيضا على التراث العماني، يعني اللي زار المعرض واللي شافه يلاحظ على أنه اللي هو ستاندات التي يعني تحمل خرائط مستمدة من التاريخ، يعني من الحضارة العمانية جاية على شكل أبراج، فهذه من ضمن الأشياء التي تم مراعاتها في المعرض، بالإضافة إلى طريقة العرض مثل ما ذكرت. وفي الحقيقة على أنه مجال الخرائط يعني مجال مفتوح، يعني لما جينا نحضر للمعرض يعني كان بالإمكان توفير آلاف الخرائط وليس يعني في حدود 100 خريطة أو أقل، لكنه يعني كانت عملية الانتقاء صعبة أنك تنتقي خرائط بهدف أنك تغطي كل هذه المراحل. نعم. لكن مثل ما ذكرت في نقطة سابقة يعني بما أنه مجال الخرائط مجال مفتوح، إحنا نتأمل في المستقبل على أنه ننظم عمان في الخرائط التاريخية والعالمية 2. جميل، الله يشكرك. أتوقع هناك أيضا سيكون استحداث دكتور لبعض الخرائط، كونك تحدثت أن هناك بعض الخرائط أيضا يجب أن تنتقى ويجب أن تضاف للمعرض، هل سوف يتم استحداثها أم يتم أيضا اعتماد هذه النسخة؟ لا بالطبع، يعني لو صارت النسخة الثانية من المعرض سوف تكون هناك خرائط جديدة إضافية. يعني تتميز مثل الخرائط الحالية، الكثير منها غير مألوفة، الكثير منها تقدم معلومات للزائر للباحث وغيرها من الفئات الأخرى، فإن شاء الله إحنا رايحين نستفيد من تجربة هذا المعرض. لو يعني حبينا نقيم النسخة الثانية راح يكون هناك شيء أكيد من التطور. يعطيك العافية دكتور، أكيد قمت بدور كبير في جمع هذه الخرائط مع تعاقب الفترة الزمنية المختلفة. شكرا لك وأنا أحييك أيضا على هذا التنفيذ وهذه الفكرة. شكرا لكم ولدعمكم، والشكر موصول لمحافظة مسقط ممثلة في مكتب نائب يعني في مكتب والي مسقط على الجهد المميز أيضا الذي قاموا به في عملية تنظيم هذا المعرض. شكرا. إذن شكرا للدكتور محمد بن حمد الشعيلي باحث عماني، وحديثنا حول معرض عمان في الخرائط التاريخية العالمية. هناك أيضا أحاديث أخرى أكيد في هذه الأمسية. نعم، هناك أحاديث أخرى مشاهدينا مستمرين معاكم، ولكن أيضا بدورنا نقدم لكم الدعوة لزيارة هذا المعرض. طبعا هذا المعرض مستمر إلى ختام فعاليات مهرجان مسقط هنا في متنزه العامرات. نواصل، لذا تابعونا. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر هذه الزاوية، وربما أنا جلست في مكان راح يترجم لي الصورة اللي شفتها قبل عدة سنوات للمرأة اللي كانت تمشي على حافة الجبل هي وبنتها الصغيرة وشايلة معها الحطب والأعشاب من خلال الوالدة سالمة بنت صغير سيفية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك بنتي. نعم، نحن صحيح لما قلتي نمشي الصبح ونحش الحشيش ونحزمه ونمشي على حرف الجبل. نعم، ونطلع مطلع وننزل في هذاك المطلع على حرف الجبل، لكن تعودنا عليه وما شاء الله خلاص، حتى الأولاد الصغار يشوفونا بداروا كمان الحين عادوا. هذا اللي نحن نبغاه، أن بعدهم الأبناء والبنات الصغار يحافظوا على العادات والتقاليد، يشوفوا الأهل الأم الأب كيف يشتغلوا كيف يحافظوا على هذه الموروثات ويقلدوهم وتصير عادة من عاداتهم في المستقبل. أيوة ما شاء الله عليهم، هم حافظين يعني حافظين، نعلمها ونقولها من شكل ما نحن الحين لأجيال تتقلب، نحن نموت أنتوا تكونوا بدلنا يعني. يعطيش طولة العمر إن شاء الله. عاد خلينا نتكلم أكثر عن هذه الأعشاب، احكي لي كيف تجيبوا هذه الأعشاب من الجبل، كم يوم تستغرق عشان تجيبوا هذا العشبة، وكل عشبة من كيف تستفيدوا منها في وادي بني خالد؟ والله نستفيد منها، هذه كلها فيها علاج طبيعي وهو علاج حلو، هذه نسوي منها المخبرتش على الشوع، زيت الشوع يعني ندقة جيب اللحصة كبيرة وندقة ونعصرها ويطلع منه زيت،
وبعدين نستفيد منه يوم أول ما الأول أهلنا الأوليين يشربوا ماء من القحلة يدقوه وتنكسر منك القحلة تضيع، هم يجيبوه يسوي التراب رمل ويحطوه على بين ضايع القحلة، والحمد لله القحلة خلاص تكون وتكون يعني تبرد ما يواقي شكل الثلة هيك الحينة يعني كأنه لزق. أيوة كأن اللزق يلزق فيها. أيوة وخلاص عاد ما يخوف. أيوة هذه إيش قلتي لي اسمها؟ اسمها الشوع. الشوع الشوع. أيوة 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 هذا. في بعد نبتة خبرتيني إن يستخدموها يعني استخدامها نفس استخدام القطن يسووا منها وسايد وأسرة وغيره، إيش اسمها هذه بعد؟ اسمها رلة. الرلة هذه نروح الجبل ونجيبها، نحن بس اللي الحين هذه قالعينها من تحت عشان تشتاف، بس نحن نخرطها من هنا نخرطها ونخليها في الجونية. يعني طلعوا بس هذه؟ أيوة. هذا اللي نفس يشبه القطن تقريبا؟ شكل الدباق. أيوة شكل الدباق. ونضول في الجونية نسوي 4 قباني 5 قباني في اليوم ونهبطها من بيعهم. حد يوم الحين أنا عندي بنت بتعرس أروح أشتري من بيعتي وأجيب البايعة دخلت الوسايد وأقول تعالوا نشحن الوسايد، اليوم معنا عقد زواج، بكرة معنا ملك، ورب الأسبوع الجاي معنا عرس، هني شحن الوسايد ويخلين ذهبات وتسوي منها الوسايد. انزين يعني نقول هذا بالنسبه حال الاستخدامات العاديه. في بعد استخدامات تستخدمون حال علاج حال بعض الامراض بعد؟ خلينا كذا ناخذ نبته تستخدموها في العلاج. اسمها الشكاع. شكاع هذه دقه بعدين فيها شوك شويه. فيها شوك. ايوه ايش نسوي بقى؟ احنا نقصه بالسكين ونحطه في الموق عند دقه، بعدين نخليه تو اول مشى خلاط ندقه في الموق عند دقه، وبعدين نجيب له مشخل ونشخل عن الهول ونطبخها في النار ونصلف غرشة حد مريض عنده الله يجاركم ويجار مسمع أول يقولوا ما الأول عاربنا شيابنا أول يقولوا فلان في نبتة في بطنة الحين الله يجار مسمع ويقال مسلمين يقولوا السرطان. هذا من طبخوه يشرب منه كوب الصبح يشرب منه كوب بالليل والحمد لله رب العالمين يشفى. الحمد لله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا على هذه المعلومات الثرية. إذن الجبل أو خلنا نقول وادي بني خالد بهذه الجبال في هناك علاجات كثيرة، في هناك خيرات متنوعة، في هناك نباتات قد تكون غير موجودة غير في وادي بني خالد. إذن الله ما أوجد داء إلا أوجد له دواء، ونقول دواء عمان منها وفيها. إذن ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى زاوية أخرى مع الزملاء وتغطية أحد أو تغطية هذه الجماليات الجميلة التي تتغنى بها ولاية وادي بني خالد. نعود معكم إلى الزملاء. على مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا 3 فائزين لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. شرح فن تقليدي قديم بقدم الزمان، يندرج تحت هذا الفن 3 إلى 4 رقصات. يا دانا دانا
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين التاسعة. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، يتسلمها معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني. مجلس البحث العلمي يوقع 15 اتفاقية للدعم والانضمام للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا. استقطابا لمزيد من الاستثمارات والترويج لها، انطلاق الحملة الترويجية استثمر في الدقم بالعاصمة الهندية نيودلهي. دراسة ميدانية لبحث أسباب انخفاض أعداد طائر عقاب السهوب في محافظة ظفار. باريس وبرلين توقعان معاهدة تقارب في المجال الدفاعي، وميركل تصف المعاهدة بنواة لإنشاء جيش أوروبي. بوتين وآبي يبحثان حل قضية نزاع على جزر استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. نهاية العناوين، نلتقيكم تمام العاشرة في نشرة مفصلة، إلى اللقاء. للمشاركة في السحب الأسبوعي على مبلغ 200 ريال عماني لفائزين، ارسل رمز الإجابة الصحيحة على هذه الأرقام. وإذا كان لديك موهبة وأنت أحد المجيدين وتود الحضور في الاستديو، ارسل اسمك الثلاثي على هذه الأرقام. وللمشاركة في مسابقة برنامج علم ومرح عبر الاتصال، ارسل اسمك الثلاثي على هذه الأرقام. أهلا لكم مشاهدينا من جديد، وكنا نتابع مقتطفات وتجول عدسات البرنامج هنا في فعاليات المهرجان في متنزه العامرات، وأيضا هناك في متنزه النسيم. ولكن اللي لاحظته يا حفيظ أن ما شاء الله ولاية وادي بني خالد مقدمة شغل حلو إلى الآن، هذا أكيد. اللي نتابعه ما شاء الله جموع أيضا مشاركة فعلا. حوالي 400 شخص لتقدم ما لديها. أكيد ذكرتي لي قبل الهواء، ما كنت متوقع أن في وسط الأسبوع يكون عدد الحضور بهذا بالفعل. الشكل. اليوم قدمت الولاية لإبراز هذا التراث الشعبي والتي تنفرد به ولاية وادي بني خالد بمحافظة الشمال الشرقية. هذا المهرجان مثل ما نذكر دائما يعد متنفسا للأسر والعوائل لقضاء أجمل وأمتع الأوقات. احنا محاولين إن شاء الله اللي ما حضر المهرجان وشاهد هذا البرنامج أنه يعيش تفاصيل المهرجان بأجمل صوره وبمختلف أشكاله في كل حلقة مع هذه أيضا الفنون وهذه العادات والتقاليد اللي الآن نشاهدها من هذه المشاركة بالقرية التراثية. وطبعا من خلال هذا الحديث حفيظ يعني ذكرت لربما أنه السنة خلال 12 شهرا لربما نحن نتحدث عن التراث ولكن بدون تركيز، ولكن في غضون شهر تقريبا أنت يوميا تتحدث عن التراث، تتابع التراث، فتوقع أن هذه أيضا لها شأن بأن تترسخ في ذاكرتك. إذا صحيح. طبعا مش إليك، لأبنائك، لأخوانك، أيضا لطلبة المدارس اللي الحين مأجزين، ولكن أيضا تغذية ومعلوماتية من أجلهم. أكيد. مشاهدينا نحن متواصلين، ولكن ذكرهم يا حفيظ بالمسابقة.
أكيد نذكرهم بالمسابقة هلا مسقط على الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة بشكل يومي، وصوغات المهرجان مع زميل محمد المخيني يلتقي بالضيوف في متنزه العمرات والنسيم، ومثل أيضا ما تفضلت المها قبل مشاركة كل ولاية وإنشاءات هناك هاشتاج يحفز أيضا للمشاركة وأيضا إعطاء بعض المعلومات عن مشاركة أي ولاية قبل أن تكون حاضرة. اليوم تبتهج مشاركة ولاية وادي بني خالد، في الغد إن شاء الله هناك مشاركة جديدة من ولاية قريات بمحافظة مسقط. بعد إن شاء الله هذا الفاصل لنا عودة في هذه الأمسية. مساكم يا جميلين الأطباع، ويسعد مساء البرنامج اللي جمعنا، الموقع اللي فيه من كل الأنواع، يلا مع أهل الطيب فيه تجمعنا، ربي يجمعنا وياكم دائما على الخير والمحبة. هكذا أعزائي المشاهدين كان المسرح ولا زال هو نقطة البداية نحو الثقافة والتطور. أعزائي المشاهدين لنتعرف أكثر على هذا المسرح كونوا معنا. يمثل المسرح الرئيسي بمتنزه النسيم العام عامل جذب مهم لزوار مهرجان مسقط 2019، وتقام على خشبة المسرح المفتوح العروض الموسيقية وعروض السيرك والحفلات الغنائية العمانية الساهرة والمسرحيات الخاصة بالأطفال وغيرها، حيث تبدأ العروض يوميا عند الساعة 5 مساء وتستمر حتى الساعة 11 مساء من الأحد إلى الخميس، ويومي الإجازة الأسبوعية حتى الساعة 12 ليلا. فزوار متنزه النسيم العام على موعد مع حفل غنائي ساهر كل خميس طوال فترة إقامة المهرجان، يحييها عددا من الفنانين العمانيين أمثال الفنان سالم قطن ومسلم كيهود ومنذر الجنيبي والفنانة نسمة الرئيسية والفنان مروان حكم ومحمد البرعمي وأحمد الدرعي وخالد الفيصلي، موزعين على 4 حفلات غنائية بواقع فنانين كل خميس. كما تتناوب الدول المشاركة في تقديم عروضها الشعبية التي تجسد الثقافة والفنون التي تشتهر بها هذه الدول مثل أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا والهند وعددا من الدول الأفريقية، وإلى جانب عروض الأكروبات العالمية المتنوعة، وتقام بعض المسرحيات التعليمية الهادفة للأطفال وغيرها الكثير والكثير التي تنتظر زوار متنزه النسيم العام. أعزائي المشاهدين هكذا الجميع مستمتع، الصغير والكبير، العوائل هنا مستمتعين بالقرب من المسرح المفتوح بمتنزه النسيم، وكما يقال اعطني شعبا أو اعطني مسرحا أعطيك شعبا، ولنبقى في تواصل وفرح كونوا سعداء دائما. وهلا مسقط وعماننا سهل سهل وصحاري، تاريخها الحاضر الحاضر جاري، تاريخها تاريخ الحاضر جاري، وعماننا سهل وصحاري، تاريخها الحاضر Let's go.
كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. مساء الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب. اليوم الليلة فيها كثير من الونس. هذه الذاكرة، الذاكرة الجميلة لهؤلاء الناس البسطاء الجميلين، أيضا شيابنا الذين بدوا بهذا الغرس هنا في هذه المزارع وهذه الأراضي العمانية أينما كانت في ولايات السلطنة المختلفة. نتحدث اليوم عن هذا التنوع أيضا في الثقافات المختلفة، وهو ربما الهدف الأسمى من مشاركة الولايات هنا في مهرجان مسقط 2019. دردشة أيضا جميلة ستكون معنا أكيد من خلال العم سعيد بن خلفان بن سعيد الراشدي. نتحدث عن المنتجات الزراعية، أبرز هذه المنتجات هناك في هذه الولاية الجميلة، ولاية وادي بني خالد التي تشاركنا في هذا المساء قادمة من محافظة شمال الشرقية. والد سعيد مساء الخير. الله يمسيك بالخير والعافية، عاد الله مساك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وشيوبك؟ الحمد لله طيبين. الله يعطيك الخير. عم سعيد، اليوم أنت عندك منتجات كثيرة جدا ومتنوعة هنا في البيئة الزراعية، إيش تبيعه بالضبط؟ أبيع هذا برتقال، هذا لارينج، وهذاك موز، وهذاك ليمون، وهذاك فرج الدير. هذاك ما شفناه بعيد. هذا اكوه شافت قبل قد مشيت التيه. طيب عم سعيد، ايش ابرز المنتجات اللي عندكم في الوادي؟ ايش تزرعوا بالضبط؟ لا احسن ليت الاحسن احسن على المستوى العام. هو المنتجات معنا هذا والموز الاحمر اكوه. نعم هو. طيب. الان في هذه الفتره ايش الموسم الان؟ موسم معنا نبات الحين. ما احنا اتفقنا قلنا ما نقول نبات، نقول نبات. نبات يعني النام، مو قول قابل الحين. نبت نخال الحين. عموما هي نبات او النبت تختلف اللهجات. نعم. اذا انت موجود في مشاركة وادي بني خالد، تشارك ايضا الوالد سعيد ومجموعة ايضا من الاخوة في بيع كثير من المنتجات المختلفة. طيب اليوم المزارع عم سعيد، لازال ايضا اولادكم يتعلمون بعض المزروعات او كيفية التعامل مع المزرعة؟ اسميها اليوم الوالد قاعد مع كوله ومع تليفون، لكن كلهم ايضا ما يساعدون. اكلم حد ما عم يساعدونه، حد ما يساعدونه. يوم ايام العطلات نشيلهم معنا يساعدونه. طيب اخر سؤال، زمان في الستينات تقريبا من خلال الحديث اللي كان قبل ما نبدا، كانت عندكم منتجات، وين تودوا؟ ودي صور وجعالين اللي ودي اكثر اكثر صور. اي نعم، نشيل منتجاتنا ونبيعها صور ونجيب اكلنا عيشنا وبلنا ونحتاي وطحيننا وبلابسنا من صور. اذا تحيه طبعا لصور العفيه، هي ستشارك ان شاء الله يوم الجمعه القادم. نتمنى لك كل التوفيق. عم سعيد بن خلفان بن سعيد الراشدي، المنتجات ان شاء الله حاضره، ولا زالت ايضا ولايه وادي بني خالد ولله الحمد يعني يستمتع من خلال الجمعه. الحمد لله رب العالمين. انبات ولا نبت؟ النبات. نبت النبت. إذن أكيد نبات ونبت. النبت نبت. إذن أكيد الآن هو موسم التنبيت طبعا للنخلة في معظم ولايات ومحافظات السلطنة. هكذا كنا معكم من خلال هذا الحديث الشيق وهذه الابتسامة الجميلة من الوالد سعيد وكل آبائنا وأجدادنا الذين يحافظون على هذه الأرض الطيبة لتبقى أرضنا دائما أرضنا طيبة. تحية لكم، ولازلنا معكم في هذا التصفح اليومي ومجلة على مسقط. أهلا وسهلا من جديد لكل من يتابع هلا مسقط. أنا حبيت شوية كذا أدخل في الأجواء وألبس جزء من الأزياء العمانية الخاصة بولاية وادي بني خالد. لبست الليسو ونفس الشيء بالطريقة اللي يلبسوها النساء في ولاية وادي بني خالد. معي الآن أيضا رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية وادي بني خالد، وهي اللي اهتمت أنها تلبسني الجزء من الزي العماني التقليدي الخاص بالولاية. معي الفاضلة حميدة بن جمعة المصلحية، رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية وادي بني خالد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خليك نتكلم كذا بشكل سريع عن مشاركة جمعية المرأة العمانية في مهرجان مسقط 2019.
بداية أحب أرحب بجميع الموجودين في المهرجان. طبعا لولا وجود الجمهور يمكن ما كان راح يظهر بهذا الشكل العرض، سواء كان في الفنون الشعبية أو المعروضات اليدوية. حبت هذه المرة، المرة العمانية أنها تتميز بقلب الأكثر من عنصر للمشاركة في مهرجان مسقط، خلاف عن اللي هو الدقاق جهاز العروس من بيت أهلها لحد بيت زوجها، اللي هو يعني حاولنا كذا ننوع قصدش بين الفنون، بين الأقسام، يعني قسم للأطفال، قسم للعروس، قسم للرجال، للفنون المختلفة، العادات المختلفة، الحرف المختلفة. أيوة بالضبط، يعني قسمنا لكل على حدة. عندك اللي هي الحرف على صوب بكل الحرف اللي تتميز بها الولاية، بعد اللي هي الأعشاب اللي تتميز بها ولاية وادي بني خالد، سواء كانت في الأودية أو في الجبال. اهتمينا بشكل كبير أنها تكون متواجدة من ضمن المعروضات في مهرجان مسقط لهذه السنة، ويمكن هذا الشيء لأول مرة كمرأة عمانية تجيبه كعرض ينتمي للجمعية. جميل جدا. أنا لاحظت الموضوع الخاص بي، أو يعني كان عندي لقاء مع أيضا الوالدة لما تتكلم عن الأعشاب اللي يجيبوها من الجبل وغيره. لو أنا جيت أتكلم يعني بشكل أكبر عن ولاية وادي بني خالد، وربما لأني أنا زرت هذه الولاية من قبل ويعني شاهدتها، شاهدت جمالها، شاهدت طبيعتها، شاهدت عاداتها وتقاليدها عن قرب أكثر، اللي لاحظته واللي أيضا أنت أكدتي لي أنه ما زالت الولاية محافظة على عاداتها وتقاليدها. ربما نحن ما نقول كيف نخلي ليهم يحافظوا على العادات وكيف نوارث أولادنا هذه العادات ونخليها باقية، بل نقول كيف ممكن أن نطور هذه العادات أو نطور هذه الحرف اللي ما زالت إلى الآن تمارس بشكل كبير. من الطيب أنه موجود في كل ولاية جمعية تنتمي لها المرأة. على أساس هذه الجمعية ممكن أن المرأة العمانية تقدر أنها تنمي سواء كان عادات والتقاليد، سواء كان في مجال الطبخ، في مجال الحرف، عن طريق الدورات، عن طريق اللي هو ممكن الورش اللي تعملها للمرأة العمانية، بحيث أن تتم الولاية متقيدة بهذا التراث وتتوارثه على مدى الأجيال إن شاء الله. خلنا نقول ما نتوارثه بقدر ما إحنا نطوره عشان نحافظ عليه أكثر وأكثر، لأن الحياة تتغير تتطور، كل شيء محتاج أنه أيضا يخطو خطوة كبيرة أو خطوة جديدة على السلم. شاكرة لك تواجدك أستاذة، وأتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله، ودائما نشوف المرأة العمانية ناجحة وظاهرة ومحافظة أيضا على عاداتها وتقاليدها، إذا بين الأصالة وبين المعاصرة. شكرا لك. العفو. إذن ما زلنا نتواجد هنا، نتجول، نبحث عن هذا الجمال، نبحث عن هذا الألق، نبحث عن هذه الأزياء الجميلة التي تعبر عن هذه الثقافة الرائعة التي تتواجد في ولاية وادي بني خالد. نعود معكم إلى الزملاء. حياك الله يا تاج، ولكن أقول لك إياها من الآخر منورة، يعني كيف ياتك هذه الفكرة أنك تلبسي يعني الليس ومثل ما نسميه بطريقة ولاية وادي بني خالد؟ يعني أنت قلتي الأصالة والمعاصرة، لكن أيضا اختيارك هنا أنت تعكسي هذه المفردات يا تاج. أكيد أنا حبيت الأزياء بشكل عام، الأزياء التقليدية العمانية الأصيلة أنا تشدني كثير، وحبيت أبرزها أكثر، ومن خلال أني ألبس هذا الزي أكثر وأبرزه بشيء بنوع آخر أيضا، أنه ممكن لو أنا حافظت على تراث، لو حافظت على الموروث الشعبي، أنا ممكن أني أوصل لأي مكان، ما لازم أنا مثل ما يقولوا أشيل نفسي من أصلي وفصلي وتخلى عن عاداتي وتقاليدي علشان أوصل أو علشان أنجح في حياتي. لا، ممكن أنا أوصل لأي مكان وأنت متمسكة، ممكن أكون مذيعة، ممكن أكون أي حاجة. نعم. بس أنا محافظة على أصالتي وتراثي. خلاص إن شاء الله، يعني جميل. أكيد راح تنورينا بإطلالاتك المختلفة في قادم الأوقات كل ولاية، ونتمنى أنك تلبسي الزي الخاص بها. إن شاء الله إن شاء الله. تمام، شكرا لك يا تاج، يعطيك العافية. شفت هذا التنوع أيضا اللي تعيشه تاج إضافة إلى أنها تغطي يعني الركن الخاص بالنساء، لأنها تتعايش مع مرة تلعب الألعاب الشعبية، مرة تلبس لك الزي التقليدي عقبال ما تتحنى بعد. تقول لك أنا اختفي. تختفي وتبحث عن الأزياء، تبحث عن الأركان. كذلك محمد المهري نفس الشيء، وتاج يعطيهم العافية. طول فترة البرنامج ما نسمع لهم خبر ولا حس، كل واحد يبحث عن موضوع يحب أنه يفاجئنا على الهواء، اللي بزي ومحمد المهري قبل قليل مع البيئة الزراعية والحياة البسيطة وجمال أيضا المكان. إذا نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في هلا مسقط، لكن فاصل قصير إن شاء الله وبعدها راجعين، ابقوا معنا. We'll be right back.
الفوزي في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد. وآخر الأسبوع معنا 3 فائزين، لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، من هنا من متنزه النسيم، حيث هذه الصفحات الجميلة التي نتصفحها معا في مجلة مهرجان مسقط، صفحة جديدة وزاوية أخرى من زوايا هذا المهرجان. مع وقفتنا هنا من متنزه النسيم ومن قلب القرية التراثية نتحدث خلالها عن مشاركة الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية. اليوم معنا ضيفنا بدر بن محمد العبري، أمين سر الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية، ويشاركنا ويحدثنا عن مشاركتهم في خيمة المؤسسات الحكومية والأهلية. مساء الخير بدر. مساء النور أخي أحمد. حياك الله معنا بدر. مباشرة كذا نتحدث عن مشاركتكم وعن دوركم ودور الجمعية أيضا في إبراز أهم مناشطها وفعالياتها هنا في متنزه النسيم. شكرا لك أخي أحمد على هذه الاستضافة. نعم، تأتي مشاركة الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية إيمانا منا بتحقيق الأهداف المرسومة وتكريما لجهود النشر التوعي والتثقيف في أمراض الدم الوراثية. نعم، نحو تشكيل قليل من أمراض الدم الوراثية. إذن تسعوا أنتم من خلال هذه المشاركة إلى يعني تفعيل دور الجمعية وتوصيل رسالتها في الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية وتوصيل هذه الرسالة لشرائح المجتمع اللي موجودة. خبرنا أيضا عن أهم يعني العروض التقوى هنا المشاركة المعيدة المشاركة. نعم أخي أحمد، اليوم إحنا مشاركين بركن توعوي في خيمة المؤسسات الحكومية، وأيضا مشاركين بقافلة التوعية التابعة للجمعية، وهي قافلة توعوية متنقلة تقوم بمختلف مناطق السلطنة ومحافظات السلطنة، فيها العديد من المنشورات والمطويات وأيضا فيها مواد مرئية. نعم، نتحدث كذا عن بعض المنشورات اللي موجودة معاكم. تجبت لنا على الاستوديو مجموعة من المنشورات، لو مباشرة كذا يعني نتصفح مثلا هذا المنشور اللي نعم. عن هذه منشورات تخص أمراض الدم الوراثية، الأمراض اللي منتشرة معنا في المجتمع، مرض فقر الدم المنقلي، هذه مطوية بخصوص أسئلة وأجوبة بمرض فقر الدم المنقلي. نعم. وهذه مطوية عن الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية، مطوية تعريفية. إذن هناك يعني مجموعة من الأشياء اللي تخص أيضا هذه الجوانب التوعوية اللي في مجال التوعية بكيفية الحد من انتشار هذه الأمراض. نتحدث أيضا عن القافلة اللي موجودة معاكم، قافلة أو الحافلة اللي فكرتوا أن من خلالها توصلوا رسالتكم عن طريق هذه الحافلة، وكما ذكرت هي كأنها معرض مصغر من تنتقل من مكان إلى آخر. نتحدث عن هذه الحافلة. نعم، هذه الحافلة تم تدشينها في عام 2018 أواخر عام 2018، أول مرة دشت في محافظة الداخلية، جابت مختلف مدارس محافظة الداخلية وكان لها صدى كبير تجاوب من المجتمع. فيها العديد من المطويات والمنشورات، فيها شاشة نعرض فيها مواد علمية ومواد تثقيفية أيضا من المجتمع. ممتاز جدا يعني، وجميل تكون هذه الفكرة أيضا رائدة وموجودة في المؤسسات الأهلية، أنه يكون يعني معهم معرض متنقل هو شبيه للمعارض اللي يشاركوا فيها ويتنقل من جهة إلى أخرى. إيش خطتكم المستقبلية لتفعيل هذه الحافلة؟ الخطة المستقبلية هي التنقل من بين مختلف محافظات السلطنة لزيارة التثقيف والتوعية بماهية أمراض الدم الوراثية، وأيضا تحقيق لنا رسالة الجمعية وهو نحو جيل خالي من أمراض الدم الوراثية. ممتاز جدا ورائع. قبل ما نطلع على الهواء ذكرت أن عندكم مجموعة من المشاركات سواء داخل السلطنة وخارج السلطنة، تحدثنا عن مشاركاتكم وإنجازاتكم بشكل مختصر. للجمعية مشاركات داخل السلطنة وخارج السلطنة على المستوى الإقليمي، حازت الجمعية عديد من الجوائز، منها جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي بالمركز الثالث لعام 2013، جائزة الشيخ سلطان بن خليفة للثلاسيميا العالمية بالمركز الأول.
ممتاز جدا أن تكون هناك مشاركات داخلية ومشاركات أيضا خارجية لهذه الجمعيات، وتكون لها بصمة واضحة وجوائز أيضا تذكر في هذا المجال. سؤال أخير قبل ما نختم، رسالة تحب أن توجهها للمشاهد الكريم وخاصة فيما يخص الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية؟ نعم أخي أحمد، رسالتنا نوجهها من الجمعية بإدراك أهمية الفحص ما قبل الزواج، لأنه هذا مرض وراثي يتوارثون من الآباء للأبناء، وإذا علمنا أنه مرض وراثي ممكن نحن نتجنبه في المستقبل ونحقق الرسالة المنشورة وهي نحو جيل خالي من أمراض الدم الوراثية. وهذا ما نأمله فعلا من مختلف يعني المشاهدين والمتابعين وزوار مهرجان مسقط، أن تكون هناك توعية في الحد من انتشار هذه الأمراض التي ذكرها الأستاذ بدر، وأيضا التقليل من انتشار أمراض الدم الوراثية، وهو من خلال التوعية بكيفية انتشارها. هي طبعا بكونها أمراض وراثية إذن لابد أن يكون هناك لها أسباب في الانتشار، نحاول بقدر الإمكان أن نقلل من هذه الأسباب، وعودة أيضا لزملائنا ومشاهدينا هناك في العامرات واستكمال ما تبقى من هذا البرنامج. مرحبا بكل الأحبة والمتابعين، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من هنا من هذا الركن الذي يختص بالألعاب الموجود بمتنزه العامرات، الذي يجد به الأطفال كل الألعاب التي تناسبهم من حيث ميوله الفكرية والعلمية. تعالوا معنا نستكشف هذا الركن. غالبا ما ينجذب الأطفال في مثل هذه المناسبات البهيجة إلى المرح واللعب، فهنا دائما يجدون ضالتهم، فنجد الأطفال يتسابقون لاختيار ما يستهويهم من الألعاب الإلكترونية كلا حسب ميولهم الفكرية والعمرية. سنجوب بكم مشاهدين الكرام في أروقة هذه المدينة المرحة لننقل لكم ما يختزل في أفئدة الأطفال من بهجة. مريم، بما أن الحين أجازة وكلنا دائما في الأجازات نلجأ أن نحن نستمتع بالأجازة، شو تسوي بالأجازة؟ أحيانا أسافر، أحيانا أروح البلاد. شو اسمش؟ نادين. وأنت شو اسمش يا حلوة؟ بيان. نادين، شو الألعاب اللي حبيتيهن في المهرجان؟ النطيطة. وأنت شو لعبتي؟ النطيطة. رهف، كم مرة جيتي المهرجان؟ 3 مرات. 3 مرات. وش الأماكن اللي حبيتين في المهرجان؟ الألعاب. زرتي أماكن غير الألعاب؟ لا. فراس، صف كم؟ صف خامس. صف خامس، بما أن الحين أجازة شو سويت بالإجازة؟ لعبت. بس لعبت؟ ودرت. زين يا أسماء، أسماء شو الأماكن اللي حبيتين في المهرجان غير قسم الألعاب؟ المعرض. هذه دعوة لكل الأسر لإحضار أطفالهم لزيارة هذا الركن بمتنزه العامرات للاستمتاع بالألعاب الموجودة. ألقاكم مشاهدينا الكرام في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. سلموا سلامة في أرضها تنبت. مشاهدين الكرام، أكيد الجميع يفرح، الأطفال يفرحون والكبار أيضا يفرحون، وتتواصل أيضا هذه الثقافات، هذه الحضارات، المشاركات المختلفة، ومن هذه الفرحة، من هذه البراءة للأطفال في هذه الجزئية أيضا في مهرجان مسقط إلى فرح ولكنه من نوع آخر. نفرح بالمرأة العمانية العاملة التي تعمل في حرفتها. اليوم معنا الأخت مريم بنت خلف من خميس المالكية القادمة من ولاية وادي بني خالد، وهي تعمل في السعفيات ومستمتعة أيضا بهذه الأعمال الحرفية. مريم، مساء الخير. مساء النور. ارفعي صوتك مريم، الكل يشاهدك وأيضا يشكرك على أنك حافظت على هذه الحرفة. نتحدث عن السعفيات، من متى بدأ معك هذا المشروع؟ بدأت معي 5 سنوات، 2 سنين كان تدريب، وأربع سنوات كان إنتاج. كيف المنتج الآن، الإنتاج؟ الحمد لله زين، المنتج كان عادي، إنتاج وكل الطلبيات وتسويق. أكثر شيء تعتمدوا على الطلب؟ أيوة. طيب، وين منافذكم من خلال المشاركات؟ تشاركين في مجموعة من المعارض؟
في معارض في مسقط، وشاركنا في معارض في نزوة في الصناعة. إذا نتمنى لك دائما كل التوفيق وتشاركين إن شاء الله، ما تخلين معرض مريم، تشاركي في كل المعارض إن شاء الله. أكيد مريم مستعدة للمشاركة في كل المعارض، مستعدة لأن يرى الجميع أيضا هذه الأنامل العمانية وهي تعمل من خلال هذه الحرف وكللت كل هذه النجاحات من خلال أمر سامي ومرسوم سلطان بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية التي تحتضن كل الحرفيين هنا في السطن ليساهموا في هذا الموروث العماني الأصيل. لازلنا معكم في أهل مسقط وتفاصيل تواصل وفرح ومهرجان مسقط 2019. تاريخها الحاضر، الحاضر جاري، تاريخها تاريخ الحاضر. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الأحبة مع هذا التواصل، ونعرج على أبرز الأحداث هنا ونتابع معكم أهم الموضوعات. قبل قليل كنا مع زميل محمد المهري في زاوية معينة لبعض الحرف المهن في هذه المشاركة من ولاية وادي بني خالد بشمال الشرقية، تفاصيل ربما نستحضرها ونسترجعها ونبحر فيها من خلال وجود ضيفنا في الاستوديو. وطبعا نتحدث عن مكنونات هذه المشاركة حفيظ، والتي يعني أخذت المسؤولية، أو نتحدث عن العدد الكبير الذي يشارك، حوالي 400 شخص كل منهم أخذ هذه المسؤولية ليشارك ويقدم هنا ما لديه. نتحدث مع الأستاذ جمال بن ناصر المصلحي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة ولاية وادي بني خالد. أهلا وسهلا أستاذ جمال، حياك الله. هلا فيك أستاذ جمال، شكرا أول شيء على هذا المجلد وهذا التقرير المفصل حول مشاركة ولاية وادي بني خالد. ذكرتوا في تفاصيل معينة حول هذه المشاركة من حيث الحرف، من حيث المهن، من حيث الفنون وغيرها. متى جاء هذا التحضير للمشاركة؟ أولا أشكركم على هذا اللقاء. ثاني حاجة، جاء التحضير قبل شهر ونص تقريبا، توزعت اللجان وبدأ كل حد يشتغل ويحضر في الولاية، وتوزعت بخصوص القرى اللي هي القرية البدوية والقرية الزراعية وكذلك القرية الجبلية، ونفس الطريقة بعض اللجان اشتغلت على جانب الفنون، جانب الحرف، جانب الأشياء التقليدية، وهذه اللوحة اكتملت اليوم في هذا المهرجان. حلو. يعني خلال شهر ونص كان التحضير، وأيضا خلال ذلك كنتوا أيضا تترددوا على المتنزه من أجل يعني التعرف على خارطة المكان وطريقة التوزيع. ما لفت انتباهي من بداية الحلقة ونحن كنا نتحدث عن التفاصيل التي ركزتم عليها، من ضمن هذه التفاصيل ومحتوى هذه المشاركة، ما أبرز ما ركزتم عليه؟ نحن ركزنا على عدة جوانب، وهدفنا ننقل البيئة اللي موجودة في ولاية وادي بني خالد إلى المهرجان. نعم نعم، كما هي. ركزنا في الجانب الزراعي على الأشياء اللي ما كانت موجودة، عرضناها هذه السنة، كذلك من ناحية الأشياء اللي هي المشغولات الحرفية والمأكولات الشعبية، كذلك الفنون. ولاية وادي بني خالد تتميز وتشتهر بفنون عديدة، نحن اخترنا منها اللي هو فن مشهور ومن فنون مشهورة وفنون لها صدى واسع في على مستوى السلطنة، والحمد لله قدموها الشباب اليوم في المهرجان بلوحات عجبت كل المشاهدين. جميل. مثل ما نشاهد الموروثات والتقاليد في الخلف والمواقع التراثية، حاولتم إبرازها من خلال بعض اللوحات، المتحف أيضا، القرية الزراعية، المحاصيل، تعدد البيئات بجمالها. كانت في منكم محاولة خلال الفترة الماضية مشاركة كل ولاية، كنت تحضر مثل ما عرفت منك وتتابع كيف كانت المشاركة وتقيموا مرة أخرى كيف ستقدموا ويتم عرض هذه المشاركات. كيف استمتعتم أيضا من خلال الفترة الماضية تواصلكم المستمر في المهرجان بالتحديد القرية التراثية؟ نحن في الفترة الماضية كنا نتابع المشاركات من الولايات ونشوف كل ولاية وش تقدم، يعني نحن جايين من الولاية عشان ننافس. شاركنا في عدة مهرجانات، مش فقط المشاركة يعني. نعم، شاركنا في عدة مهرجانات وحصلنا مراكز، وهذه السنة نحن جايين نشارك عشان ننافس. ودائما إذا تريد تنافس لابد أنك تبرز أشياء ما كانت موجودة مع الولايات، وهذه اللي الحين أنتم شفتوها بعضها ما موجودة، شيء كثير ما موجود مع الولايات. نحن في البيئة الزراعية جسدناها بالحرف الواحد، وجبتوا المحاصيل كلها موجودة هنا في الـ في الـ في الـ القرية الزراعية نفسها اللي موجودة في الولاية. سبحان الله. وفي أشياء مثلا
اللي هي الأعشاب اللي في الجبال، بحثوا كثير من الناس عليها وجبناها على أرض الواقع والحين موجودة في القرية الزراعية. حلو. طيب جميل. يعني أنت قلت أنكم جايين عشان المنافسة. نعم. وطبعاً اللي يسجل حضور عشان المنافسة أيضاً لازم يتعدى هذه المعايير. مش نعم. فقط من خلال ربما مثل ما قلت لكم تابعتوا بعض الولايات ومشاركات ومحاولة لربما تفادي بعض الإشكاليات. نعم. أين تكمن هناك أيضاً المنافسة في مشاركة ولاية بني خالد لتظل أيضاً راسخة في أذهان المشاهد الزائر وأيضاً لجنة التحكيم؟ المنافسة بتحصليها موجودة في الفنون. نحن أبرزنا الفنون بشكل غير طبيعي، يعني نحن باقي الولايات نجي نحصل الفن ما يعطى حقه. نحن جينا هنا من خلال الجموع المشاركة، من خلال نعم المشاركين في الفن وكذلك الشعراء اللي موجودين. وقيمنا قبل المشاركات اللي قبل، يعني حضرنا على أساس إن نشوف وش النقاط اللي نحن نقدر نتميز فيها من ناحية الكلمات للفنون. نفس الشيء لها يعني تأثير ونفس الطريقة الأداء والأداء الجماعي لكل فن مختلف عن الآخر. مثل ما شاهدوا الكتيب أخي جمال، فن العازي، فن الميدان، فن الشرح، فن المغايضة والدقائق، فن الزفة، فن الشبكة، ما شاء الله عدد من المنافسات أو خلينا نقول العادات، الألعاب الشعبية، لعبة اللكد، الحويليس. قد تكون في تشابه قريب لبعض العادات في الولايات، لكن أظهرتوها بخصوصية مختلفة. كيف حاولتم هذا التميز في تقديم أساليب العرض وطريقتها؟ بطبيعة الحال مثل ما ذكرت قبل، هذه الأشياء اللي أنت تريد تميزها لابد تظهر فيها الحرفنة أو الاحتراف. نحن عندنا كيف يأتي هنا الاحتراف؟ الاحتراف لأن هذه الأشياء متربين عليها أساساً، نحن ما قلدنا. نحن موجودة عندنا هذه في الواقع، كانوا شيابنا وبعد الجيل اللي بعدهم كانوا يعني كل من ناحية الحرف متواصلة، من ناحية الألعاب الشعبية اللي ذكرتها كانت موجودة، والآن نحن أبرزناها بالحرف الواحد، يعني ما غيرنا فيها شيء، وأبرزناها بشوية بأشياء يعني الحرف الواحدة أعطيناها حقها من كل النواحي. يعني الأشياء لو جيت إلى القرية الزراعية ربما بعضهم يجيب الأشياء البسيطة، نحن ركزنا على النقاط الصغيرة. نعم. لذلك حتى بعض الأشياء جبناها من الولاية، مثل الحجارة اللي تكتب عليها التعاريف. صحيح، لاحظنا هذا الشيء. هذه جبناها من الولاية وغيرها من الأمور، ومغسولة هناك ومنظفة هناك، وجبناها هنا ومكتوبة. عندنا ناس تنقش على الحجارة. نعم. وطلع بشكل جميل، ومثل ما شايفين أنتوا الحين إلى الآن مدى رضاكم على المشاركة، كون أنه الآن لربما النصف ساعة الأخيرة المتبقية، ما الذي قدمته أيضا ولاية بني خالد وادي بني خالد، ورضاكم عن هذه المشاركة وأيضا من خلال تفاعل لجنة التحكيم معكم؟ نحن رضانا نشوفه في أوجه الناس، والحمد لله رب العالمين اللي لاحظت كلهم في إبهار، في إعجاب، في أشياء. حتى لجنة التحكيم منبسطين عن الأشياء اللي نحن قدمناها ومعجبين من الأشياء، وفي تميز هم نبهونا وعطونا الأفكار اللي نحن تميزنا بها. جميل. وإن شاء الله نحن مثل ما ذكرت لكم جايين ننافس، والتوفيق من الله، نحن نسوينا اللي علينا. الله يوفقكم إن شاء الله. والشباب والنساء والجميع اللي شاركوا من أبناء الولاية مقدمين اللوحة هذه على أساس المنافسة، وربك يوفق. موفقين إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا لك الأستاذ جمال بن ناصر المصلحي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة ولاية وادي بني خالد. يعطيك العافية. العفو، جزاك الله خير. عندي كلمة أخيرة، أريد أشكر كل اللي حضر وكل اللي شارك من أبناء الولاية في هذا المهرجان الطيب، وإن شاء الله الأعوام القادمة تتكرر وإلى تطور بإذن الله. الله يحفظكم يا رب العالمين. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأحبة، كان حديثنا حول مشاركة ولاية وادي بني خالد، حيث التميز والإبداع في إخراج هذه المجاميع في عادات وتقاليد وفنون جميلة. هذه المشاركة اليوم من هذه الولاية، وفي الغد أيضا ستكون هناك مشاركة جديدة من ولاية قريات بمحافظة مسقط. إن شاء الله بعد هذا الفاصل لنا حديث. I'm gonna make it.
وأنا ما زلت أبحث عن الأزياء وأبحث عن الأشياء اللي تتزين فيها المرأة، وحصلت مكان أيضا جميل ورائع، يعني شد انتباهي بشكل كبير صناعة بعض الأشياء اللي يستخدموها في الزي العماني. خلونا نتعرف أكثر على هذه الأشياء من خلال الأخت عزيزة بنت جمعة المصلحية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. أنا كثير شدتني هذه الأشياء الجميلة اللي شفتها هنا وانت جالسة تصنعيها أو جالسة تخيطيها، خبريني عنها أكثر، كيف تسويها وين تستخدموها في الملابس؟ هذه اسمها السفة العمانية، نستخدمها أكثر شيء في الملابس العمانية. أول كان نستخدمها أحجام صغيرة، والحين عطورنا وصار عندنا أحجام كبيرة مثل هذه الأشكال، وواجد يعني جميلة للملابس العمانية، في صغير وفي كبير، يعني يتميزوا فيها واد بني خالد هذه الملابس العمانية الجميلة. والحمد لله الحين صارت السفة يعني جميلة معنا نحن في وادي بني خالد. زين هذا تلي ولا إيش يسموه، زري ولا إيش؟ هذا زري، هذا زري ألوان، شيء أصفر وشيء أبيض، أيوة، وشيء ألوان بعد أزرق وألوان ثانية، وفي بعد اللي هو هذا مسمه أبيض، هذا اللي يكون لونه أبيض مختلف عن عن الذهبي، لكن نفس الشيء نستخدمه على الملابس العمانية. أيوة هو نفس الشكل، بس هذا لونه أبيض وهذا لونه مسمه أصفر، وفي ألوان ثانية عن ترخل في السفة، ويعني عشان كذا تطورنا عندها. أول كان بس أصفر والأبيض، والحين لا دخلنا فيها ألوان يعني حلوة جميلة، وفيها يعني أشياء يعني واجد روعة. عشان إذا بس هذا نستخدمه حال الأزياء العمانية، يعني ما ممكن المرأة هناك تستخدمه مثلا في الملابس العادية أو ملابس اللي تلبسها مثلا في العيد غير الزي العماني بالتحديد؟ هذه بس أكثر شيء تستخدم في الزي العماني، أكثر شيء يعني إذا يعني حبيت تسوي مثلا قلابية كاملة أو شيء تسويها بس في الردون. يعني نحن مثل ما قلتي لي ان هي اول كانت صغيره، نفس اللي راويتيني قبل شويه، اذا هي كانت صغيره، بعدين نحن حاولنا ان نطور اكثر هذه الاشياء اللي نزين بها، وصارت باحجام مختلفه وبالوان مختلفه. ايوه خلاص. انا اذا اشكرك جدا 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 على هذا الاثراء الجميل، شكرا على هذا الجمال اللي تقدمه المراه العمانيه في وادي بني خالد، اشياء جدا جميله ورائعه، حلو المراه تتزين بهذه الاشياء اللطيفه والرائعه واللي فيها كذا مجموعه من الالوان الممتزجه بالتراث العماني الاصيل. اذا معكم مشاهدينا الكرام، مع هذا الأطفال اللي يمروا نودعكم إن شاء الله، وأكيد راح تكون لنا تغطيات أخرى في أيام أخرى ومع ولايات مختلفة. خلونا كذا نعود معكم إلى الزملاء أينما كانوا. صوغات المهرجان برعاية المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. مشاهدينا يا مرحبا، وحياكم بجولة جديدة من مسابقة صوغات المهرجان، الصوغات الحلوة جاية للجمهور الموجود في متنزه العامرات. حياكم الله، تعالوا تشوف صوغاتنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ كيف الصحة؟ شو أخباركم؟ هذا يتشوف والله عندك؟ لا والله يا يتشوف ويشري، ما أعرف يتعلم شوية. تعلم تعال تعال أشوفك خاش هناك عنده. يا يتعلم شوية. تعلم وخاش هناك ترى يا. إيش بنسوي لازم؟ كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ عمار البدري. من وين؟ من بركي. من؟ بركي. شوف أنت ما قلت بركة. لا بركي. بولاية بركي. كيف حالك؟ خير الحمد لله. كيف صحتك؟ خير وعافية. أول مرة تيجي العمرات؟ لا والله عاد لي بيكون أي أيام. أنت مشي تمشي؟ هي نعم. مسابقتنا صوغات المهرجان تعرفه؟ أعرفه، وأنا أدورك دورة. وأنا بحايد أدورك أنا نوبه. أي وأنا أدورك دورة. هي نعم. إيش تبابي؟ يقولوا عندك ميدان. والميدان؟ يا حميدان قول ميدانك. أقول خطفني عريا لمرض وفات. خطفني عريا لمرض وفات، مطوع تراني لمحب لين،
وزرع المودة ملف وادي المخيني وزرع المودة ملف وادي وحلكم سلام ملف وادي أنا أسلم سلامين مرض وفاتي خلين في وادي المحبلين الله زيدني أقول ثوبك جديد وحنا بعيدين يا المخيني ثوبك جديد وحنا بعيدين وشاري من السوق لك شاني أنا شاري من السوق لك شاني أنا قلد حب الليف ما ينقص أقولك أقلد حب الليف ما ينقص وقدرك معي يزيد ما ينقص هذا هو يا المخيني حتى لو حنا بعيدين قدرك بالفواد لك شاني الله الله صفقوله ما بنسألك سؤال وإنما ياتك صوغاتنا على هالميدان الطيب وتستاهل الصوغات بنزيدك 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون زيدني بطاقات حياك مقدمة من عمان تل زيدني ونباك تعبي وقود من المها وتستاهله الله ريح الفود زيدني صندوق الرفد قدموا لك كوبون بقيمة 50 ريال مقدم من محل إكليل للعطور وجميل أن صندوق الرفد يحتوي هذه طبعا المشاريع ويقدم لنا باسم هذه الشركات أكليل العطور قدموا لك 50 ريال تستاهل وزيدني وحزمة فحص أمراض القلب من مستشفى برجيل بقيمة 70 ريال وزيدني والشعلة للعطور قدموا لك العطورات الطيبة بقيمة 50 ريال بس بصبرت صبرت صبرت هيا من وين الشيخ؟ من العمران من العمران الحلو وانه يوم فاضي بتي مهرجة والله حتى شبه كل يوم يعني كل يوم ايوه احد ايش بيقعد يسوي هناك ايوه عن الملل في البيت عن الملل كل واحد يتسلى ويتمشى وسؤالنا يقول متى تأسس البنك المركزي العماني في السبعينات 1900 وكم في السبعينات 72 74 76 74 يا سلام عليك 1974 تأسس البنك المركزي هات للصوغات تستاهل الصوغات 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأيضا بطاقات حياك مقدمة لك من عمان تل والنحلة الذهبية للعسل الطبيعي قدموا لك العسل الطبيعي ومن محطة المها ومن محطة المها عبي سيارتك فول وتستاهل جزاك الله خير زيدني كلكم تعرفونه هي كلام المركز الحديث للأمراض الجلدية قدموا لك كوبون بقيمة 50 ريال وأيضا العبيداني محلات العبيداني الملابس الرجالية عندهم 30 فرع في عمان من قبل سنة 70 والمحل ما شاء الله محلات موجودة أجمل وأفضل أنواع الأقمشة موجودة عندهم وأيضا الديوانية للحلوى العمانية ب50 ريال والخميس للأحذية كوبون بقيمة 50 ريال والشعلة للعطور عطورات بقيمة 50 ريال وأيضا بوينتس أوتو كار كوبون ب50 ريال وأيضا مستشفى برجيل حزمة الفحص الطبي الشامل الاعتيادي بقيمة 170 ريال وأيضا مركز شاطئ القرم الطبي كوبون بقيمة 50 ريال أما كيف حالك؟ خير والدي من هين أنت؟ أنا من العمرات من العامرات تبيننا نسألك والله نعطيك الجائزة ما أعرف ها؟ ما أعرف ما تريد نسأل سؤال؟ مو أسأل لا ما بسألك بعطيك الجائزة على طول قولي تم زين 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 يلا الله يحفظك يا رب الله يحفظك عطيني وما هذا 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون زين شكرا بعد بعطيك شكرا وأيضا بطاقات حياك مقدمة لك من عمان تل زين شكرا وأيضا هذا وقود مجاني من المها لتسويق المنتجات النفطية محطات المها زين شكرا وأيضا هذا الشعلة للعطور أعطوك عطورات ب50 ريال زين شكرا وأيضا مركز شاطئ القرم الطبي كوبون ب50 ريال زين والدي أحسنت وأيضا حال حد من عيالك بوينت أوتو كار كوبون ب50 ريال زين شكرا وأيضا صندوق الرفد قدم لك كوبون بقيمة 50 ريال من صالة إفرست للرياضة بقيمة حد من عيالك ب50 ريال زين شكرا وأيضا مستشفى برجيل حزمة الفحص الطبي الشامل الاعتيادي 170 ريال تروح تفحصي ما زين أحسنت وأيضا فزتي معنا ما لحد من عيالك محلات العبيداني عطوك قسيمة تروحي عندهم 30 فرع في عمان وتفصلوا تشاديش زين شكرا بعدي بعطيك وأيضا ما تسوون قيمات وقروص ايوه مو تسوي معاها
أسوي الكريمة، أسوي قروس مع إيش؟ مع عسل. هذا هو العسل من النحلة الذهبية للعسل بقيمة 50 ريال. وما هذا حد من عيالك كوبون من المركز الحديث للأمراض الجلدية بقيمة 50 ريال. زين شكرا. أروح؟ أحسنت شكرا. أمشي؟ شكرا أمشي. أروح؟ أحسنت. أروح؟ على طول. قولي لي اخطف. بس أحسنت. قولي اخطف. نخطف. وصلنا معاكم بالختام، نلتقي معاكم بحلقات ثانية، مع السلامة. يعطيك العافية محمد لمخين على هذه العفوية الجميلة. احنا تحت الهواء وخلاص كنا مندمجين مع هذه المشاهد الجميلة والضيوف الأجمل. صوغات لمخيني خلصت، لكن صوغات البرنامج يا حفيظ مستمرة. مستمرة أكيد. الآن شوف من الفائز 100 ريال عماني الآن على الشاشة إن شاء الله من خلال مشاركتكم، فرصكم للفوز إن شاء الله تكون حاضرة وسعيدة وسعيدة الحظ. ولا تنسون يوم الخميس بعد باكر 1500 ريال عماني تنتظركم. نشوف الفائز معنا. والفائز أو الفائزة ب 100 ريال عماني، إرسال كلمة هلا مسقط على الأرقام اللي تظهر ابتداء من الساعة 8 والربع وحتى 10 وهي بين فترة وأخرى تظهر الأرقام. وطبعا الفائز يا حفيظ نقرأ 9444137 موروثنا 1 9 4 4 4 1 3 7 1. ألف مبارك لفائز اليوم ب 100 ريال، وأكيد راح يتم التواصل معاكم في الوقت المناسب. إذا مشاهدينا الأحبة إن شاء الله راح نتم نتواصل معكم ولإبلاغكم باستلام الجوائز. لهنا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هلا مسقط. شكر موصول للزملاء محمد المخيري، أحمد المعمري تاجر بلوشي، والزملاء في التغطية الخارجية، وفريق الهندسة والفريق الفني وفريق الإعداد. ملتقانا في الغد يتجدد مع مشاركة جديدة لولاية فريات بمحافظة مسقط، وفي أمان الله. مشاركة ولاية وادي بني خالد نسجت أجمل اللحظات وأجمل الحكايات لهذا اليوم، ولكن ماذا عن مشاركة ولاية قريات غدا؟ كونوا في الموعد من الساعة 8:15 وحتى 10:00. إلى اللقاء.